بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي شرع الحلال والحرام، سبحانه هو السميع البصير العليم الخبير، الذي وسع كل شيء حكمه وشمل كل الذي وسع كل شيء علمه وشمل كل حادث حكمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله في الأميين يتلو عليهم كتابه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المشايخ والإخوة والأبناء ورحمة الله وبركاته. أحييكم بهذه التحية الطيبة المباركة، وأحمد الله تعالى الذي هيأ لنا هذه الفرصة لهذا اللقاء الميمون في هذا البلد العريق وفي هذا المسجد الشريف في هذه المنارة من منارات الدين الشاهقة، وفي هذا المنبر من منابر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا المركز الذي يشع بالنور والهداية بعون الله تعالى وتوفيقه. هذا ولا ريب أن الإنسان متعبد بأن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فإن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقد اختتم الله تعالى هذه الرسالات جميعا برسالة النبي الخاتم محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، التي جاءت متممة لما قبلها ومكملة لهذا الدين الحنيف ومتوجة لهذا الشرف العظيم الذي شرف الله سبحانه وتعالى به عباده إذ خاطبهم خطابا من لدنه ليزكيهم به وليعلمهم الكتاب والحكمة. وجاءت هذه الرسالة مهيمنة على الرسالات السابقة جميعا، وقد قبض الله عز وجل إليه نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام بعدما امتن على عباده بنعمة إتمام نعمته عليهم وإكمال الدين الذي اختاره لهم. فقد قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد شاء سبحانه وتعالى أن تتوالى من بعد نبيه صلى الله عليه وسلم مواكب العلماء تنفي عن هذا الدين تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وانتحال المفسدين. جاء هذا الدين على أحسن وجوهه وأكمل مداخله ومخارجه في هذه الرسالة العظمى التي بعث الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للعلماء الربانيين مجالا واسعا للاجتهاد في فروع الشريعة، إذ الأحكام الشرعية تنقسم إلى أصول وفروع، فالأصول لا مجال للاجتهاد فيها، فكل أمر نص عليه بنص قطعي من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لا مجال للاجتهاد فيه من قبل أي أحد. والنصوص القطعية هي النصوص التي حملتها إلى هذه الأمة حلقات الرواية متواترة منذ تلقيها عن منبع الهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت
إلى الأمة ضمن هذه الحلقات المتواترة حلقة بعد حلقة، فلم يكن مجال في مجال للشك في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث النظر إلى الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم. أما القرآن الكريم فإنه بطبيعة الحال متواتر تواترا لم يرق إليه أي تواتر آخر، لأن هذه الأمة عبر أجيالها المتلاحقة حملت أمانة هذا القرآن ورواية هذا القرآن ونقل هذا القرآن من جيل إلى جيل حتى وصل إلينا بالتواتر القطعي الذي لا يحوم حوله أي شك. هذا من حيث الثبوت، ولكن أيضا من حيث الدلالة فإن الأدلة القطعية من حيث الدلالة هي الأدلة النصية، لأن الأدلة الظاهرة هي أدلة ظنية ولو كانت قطعية المتن. من أجل ذلك قال العلماء بأن العام هو ظني الدلالة وإن كان قطعي المتن، فالعام ظني الدلالة من حيث إنه غير نص في أفراد مدلولاته، وإنما يشتمل على جميع أفراد مدلولاته شمولاً ظنياً لا شمولاً قطعياً. اللهم إلا في بعض أدلة العموم التي لا تحتمل التخصيص بحال من الأحوال، وهذه الأدلة أدلة العموم التي لا تحتمل التخصيص إما أن يكون عدم احتمالها التخصيص لأن العقل يحيل أن يرد عليها التخصيص، وإما أن يكون ذلك بسبب الإجماع الذي شمل الأمة بأسرها بأنه لا يرد عليها التخصيص. أما الأدلة التي قضى العقل بعدم تخصيصها وأنه لا يسوغ بأي حال أن تخصص، فهي الأدلة التي تتعلق بتنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه، كقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله سبحانه وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقوله عز من قائل لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وقوله عز من قائل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله سبحانه ولا يظلم ربك أحدا. فكل واحد من هذه الأدلة دلالته دلالة عمومه على جميع أفراد المدلولات دلالة قطعية لا يمكن أن يخصص أي دليل منها. وقول جمهور العلماء بأن العام ظني الدلالة إنما هو في غير مثل هذه الأدلة، فلا يسوغ لأحد أن يقول بأن عموم قول الله سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله مخصص، وأن ثم ولدا اتخذه الله، أو أن ثم إلها مع الله سبحانه، لا يمكن أن يكون هذا النص مثلا مخصصا. وكذلك قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يمكن أن يستثنى شيء من هذه العمومات بحيث يقال بأن لله سبحانه وتعالى ولدا ما أو والدا ما أو كفوا من الناس أو من سائر الخلق، لا يجوز أن يقال شيء من ذلك لأن العقول تقتضي استحالة ذلك، إذ لو اتصف الله سبحانه وتعالى باتخاذ أي ولد كان أو لو كان مولودا لأي أحد كان أو لو كان له كفوا من أي نوع من أنواع الخلق لكان ذلك موجبا للنقص في حقه سبحانه وتعالى، ولذلك كانت هذه العمومات
لا يمكن أن يردها التخصيص بأي حال من الأحوال. وكذلك العمومات التي أجمعت الأمة منذ تلقي الوحي من الله تعالى بوساطة الملك، تلقى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي بوساطة الملك، وتلقى الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، أجمعت الأمة على أن هذه الأمومات كما هي. وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. لا يجوز أن يجتهد مجتهد ويقول بأن هذه الآية عامة ويمكن أن تخصص ببعض المفردات، بحيث يقال إن من الأمهات ما يحل، وكذلك بالنسبة إلى البنات، وبالنسبة إلى الأخوات، وبالنسبة إلى العمات، وبالنسبة إلى الخالات، وبالنسبة إلى بنات الأخ، وبالنسبة إلى بنات الأخت. كل من هذه محرمات، لا يمكن بحال من الأحوال أن يرد التخصيص على عمومات الأدلة الدالة على تحريمها، لأن الإجماع منعقد على أن هذه الحرمة شاملة لجميع الأفراد التي تدل عليها هذه النصوص العامة. أما بقية العمومات التي لم تكن من هذه ولا تلك فإنها يرد عليها التخصيص، ولذلك كانت دلالتها على ما تدل عليه من أحكام دلالة ظنية، وقد ترد عليها المخصصات. ونحن نجد كم من آية خصصت في كتاب الله تعالى بمخصصات متعددة، قد تخصص الآية بآية مثلها، وقد تخصص الآية بحديث ولو كان آحاديا، وقد تخصص الآية حتى بالقياس، وهذا مما ورد كثيرا. فنجد من التخصيصات المتنوعة ما ورد على قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. نجد في هذه الآية نفسها هذا التخصيص بطريق الاستثناء، والاستثناء هو نوع من أنواع التخصيص المتصل، بحيث جاء التخصيص في ضمن هذه الآية الكريمة إذ استثنيت الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وكذلك وردت مخصصات أخرى من الآيات القرآنية كتحريم الصيد على المحرم، وكذلك تحريم الخمر وهي من جملة المطعومات، وجاءت مخصصات من السنة النبوية كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. فإن هذا مخصص لهذا العموم في هذه الآية الكريمة، وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية. ووجد التخصيص حتى من طريق النظر والقياس، كقول طائفة من العلماء بأن ذبيحة الغاصب وذبيحة السارق هي حرام لا تحل، لو ذبح فإن ذبحه لا يعد شيئا إنما تعد ميتة، في قول كثير من العلماء. وذلك أنهم نظروا أن الذبح هو نسك، هو من جملة الأعمال التي يجب أن تكون وفق مقاييس معينة، وأن اقتحام الإنسان على مال غيره وتصرفه في مال غيره هو حرام، ولا يجتمع النسك والحرام معا. فلذلك قالوا بتحريم كل ما ذبح من قبل الغاصب أو من قبل السارق، لأنه تصرف في مال غيره بغير حق، فتصبح هذه ميتة من الميتات التي لا يحل أكلها. وهذا من باب تخصيص العمومات بالنظر. وثم
أخذ ورد في كثير من القضايا، ونحن نجد أن العلماء قد يقع الاختلاف بينهم في بعض المسائل التي قد تبني طائفة من الطوائف رأيها فيها على أصلها الذي تؤصله، ولربما خرجت طائفة ما عن التأصيل الذي تأخذ به إلى تأصيل غيرها من الطوائف. هذا ما نجده في بعض المسائل الفرعية التي وقع فيها الأخذ والرد. ومن أمثلة ذلك هذه القضية التي وقع النقاش فيها في عهد العلامة بن العربي أحد علماء المالكية، عندما حكى في كتابه النقاش الذي اطلع عليه بين عالمين جليلين، كان النقاش بينهما عند بيت المقدس. يقول ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: كنت يوما بالبيت المقدس طهره الله بمدرسة أبي عقبة الحنفي، والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم الجمعة، فبينا نحن كذلك إذ ظهر رجل بهي المنظر عليه أطمار، فسلم تسليم العلماء وتصدر في صدر المجلس بمدارع الرعاء، فقال القاضي: من السيد؟ فقال: رجل من أهل صاغان سلبه الشطار أمس، وقد جئت إلى هذا الحرم المقدس. فقال: سلوه. على عادته في إكرام العلماء بالمبادرة بالسؤال، فوقعت القرعة على مسألة الكافر إذا لجأ إلى الحرم: هل يقتل؟ فأجاب بأنه لا يقتل. فقيل له: وما الدليل؟ فقال: الدليل قول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. الآية فيها قراءتان: الأولى لا تقتلوهم، وهي نص في الموضوع، والثانية لا تقاتلوهم، وهي دالة على النهي عن المقاتلة التي هي سبب للقتل. ولئن امتنع السبب فأحرى أن يمتنع المسبب. فقال القاضي منتصر لمذهب مالك والشافعي: وإن لم يرى رأيهما، هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فأجاب: هذا لا يليق بمنصب القاضي مع جلالة علمه، فإن الآية التي احتججت بها خاصة، والآية التي اعترضت بها عامة، والخاص لا ينسخه العام. فبهت القاضي من سرعة جوابه، وهذا من غريب الكلام. هذا كلام ابن العربي في كتابه في أحكام القرآن. ونحن إذا جئنا ننظر في اختلاف المذاهب في هذه المسألة وكيف كان تفريعها على أصولها، نجد أن معظم المذاهب التي تناولت هذه القضية فرعت على غير أصولها. فنجد مثلاً أن الحنفية الذين تشددوا في هذه القضية، كما تشدد أصحابنا أيضا وقالوا بأنه لا يجوز أن يقتل من آوى إلى الحرم كيفما كان، اللهم إلا أن يشهر السلاح في المسجد الحرام أو حول المسجد الحرام، فعندئذ كما يقال: الحرم لا يأوي فارا بخربته، لأنه جاء بالخراب والفساد. هؤلاء الحنفية من أصولهم أن العام قطعي الدلالة، ولذلك عندهم إذا ورد العموم والخصوص فإنه ينظر إلى المتأخر منهما، فينسخ المتأخر المتقدم، سواء تقدم الخصوص أو العموم، بناء على تأصيلهم بأن العام قطعي الدلالة كالخاص. وأما جمهور العلماء وفيهم الشافعية وفيهم المالكية، وهذا هو رأي أصحابنا، يقولون بأن العام ظني الدلالة كما قلنا، ولذلك ترد المخصصات على الأدلة العامة
سواء تأخر الخاص أو تقدم، فنجد هؤلاء فرعوا على أصل أولئك ولم يفرعوا على أصلهم، وأولئك أيضا فرعوا على أصل هؤلاء ولم يفرعوا على أصلهم، الذين يقولون بأن العام قطعي الدلالة فرعوا على الأصل الآخر، فلذلك قالوا أن الخاص لا يمكن أن ينسخه العام، وهو عكس ما يؤصلونه في كتبهم الأصولية وهكذا. فهذه المسائل على أي حال للرأي كما قلنا فيها مجال واسع، ولكن من الذي يمكنه أن يغوص في أعماقها وينظر فيها ويبحث أدلتها؟ إنما القادرون على ذلك هم العلماء، العلماء المحققون، ولذلك اشترطوا في المجتهد الذي ينظر في الأدلة ويمحصها ويجمع بينها شروطا متعددة، من بين هذه الشروط أن يكون عالما بالعربية، لأن نظرة إلى بعض التأصيلات العربية قد تؤدي إلى الاختلاف في الاجتهاد بناء إلى ما ينظر إليه كل أحد. مثال ذلك الاختلاف، مثال ذلك الواو، فإن الواو تأتي في الأصل للعطف، ولكنها تأتي على طريق المجاز للحال. ومن المعلوم أنه لا يصار إلى المجاز إلا مع تعذر الحقيقة، لا يحمل اللفظ على مجاز معناه إلا ما عند تعذر حمله على حقيقة معناه. وبناء على هذا الاختلاف وبناء على هذا النظر انعكس اختلاف في هذه المسألة على بعض الفروع نظرا إلى حمل الواو، هل تحمل على ما هو الأصل فيها وهو الحقيقة، أو تحمل على المجاز نظرا إلى بعض الملابسات. وهذا ما وقع في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذه الواو على ماذا تحمل؟ هل تحمل على أنها عاطفة، أو تحمل على أنها ليست عاطفة وإنما هي واو الحال؟ فالذين قالوا بأن الواو عاطفة قالوا لا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأن العطف يقتضي التشديد، وإنه لفسق يقتضي التعليل. هذا النهي لماذا نهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؟ لأنه فسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أما الذين حملوا الواو على أنها واو الحال قالوا بأن هذا تقييد للحكم، ومعنى ذلك لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حالة كونه فسقا، والفسق بينته آية أخرى وهي آية المائدة التي جاء فيها: أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله. فمعنى هذا أن المحرم هنا ما أهل به لغير الله. هذا رأي لبعض العلماء، ولكن لماذا قالهم هكذا مع أن الأصل في الواو أن تحمل على أنها عاطفة وهذه هي الحقيقة، وحملها على الحال مجاز، ومن القواعد المعروفة أنه لا يصار إلى المجاز إلا مع تعذر الحقيقة، فلماذا تحمل على المجاز مع إمكان الحمل على الحقيقة؟ أولئك قالوا بأنه لا تعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية، أي إذا اختلفت الجملتان المتعاطفتان بحيث كانت إحداهما إنشائية والأخرى خبرية فلا يجوز أن يكون العطف بينهما. هذا قول جماعة من العلماء، ولكن نحن إذا رجعنا إلى الأدلة القرآنية بل والأدلة من شواهد كلام العرب وجدنا ما يدل على عطف الإنشاء على الخبر، فكم من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها عطف الخبر على الإنشاء أو الإنشاء على الخبر. ومن ذلك قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا،
ولعبد مؤمن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فإن قوله في هذه الآية الكريمة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم وقوله ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم خبر، وقد عطف هذا الخبر على الإنشاء. وكذلك نحو ذلك قول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فإن قول لا تقبلوا شهادة إنشاء وقد عطف عليه الخبر وهو قوله وأولئك هم الفاسقون. ولكن مع ذلك حصل الخلاف في هذه المسألة وحصل الأخذ والرد، وهذا يعني بطبيعة الحال أن الذي يجتهد لا بد من أن يكون عالما بالعربية، ومعنى ذلك أن يكون عالما بالنحو وأن يكون عالما بالبلاغة وأن يكون عالما بالتصريف، وبدون ذلك لا يتمكن من الاجتهاد. كذلك إذا جئنا إلى علوم القرآن فإنه من الضرورة أن يكون المجتهد ملما بعلوم القرآن، ومما يدخل في هذا علم أصول الفقه حتى يكون قادرا على التمييز بين الخاص والعام والمجمل والمبين والمطلق والمقيد، يضع كل شيء من ذلك موضعه. وكذلك بالنسبة إلى علم الناسخ والمنسوخ، ومثل ذلك أيضا بالنسبة إلى السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، بحيث يكون خبيرا بالأسانيد وخبيرا بالمتون حتى يضع كل شيء موضعه. ومع هذا أيضا فإنه مما يشترط فيه أن يكون خبيرا بأحوال الناس، لأن الاجتهاد قد يختلف بين حال وحال بحسب النظر إلى أحوال الناس، إذ العالم كالطبيب، ولما كان هو كالطبيب فإنه عليه أن ينظر في أحوال هؤلاء الذين يشتغل بتطبيبهم. وأمراض القلوب هي أخطر من أمراض الأبدان، وإذا كان الخطأ في علاج الأبدان قد يفضي إلى قتل المريض، فبطبيعة الحال الخطأ أيضا في علاج القلوب قد يفضي إلى هذا. فمن هنا كان من الضرورة بمكان أن يكون خبيرا بأحوال الناس. ولذلك كانت الفتوى تختلف عندما يأتي سائلان إلى عالم واحد يسألانه، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جاء سائل يستفتيه ويقول له هل للقاتل توبة؟ فقال له نعم. وجاءه آخر وسأله هل للقاتل توبة؟ قال له لا. فكل واحد منهما خرج بالإجابة التي أجابه بها، وسئل لماذا اختلف جوابك مع أن السؤال واحد؟ سألك أحد السائلين هل للقاتل توبة وأجبته نعم؟ قال نعم. ذلك السائل رأيته كثيرا حزينا نادما على ما صدر منه، فهو يبحث عن المخرج مما ارتكبه. فقلت له نعم له توبة إذا أدى الحق الذي عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. وأما الآخر فقد جاء والشر يبدو من قسمات وجهه ومن نظرات عينيه، وهو يريد أن يقتل، أن يفتك، يريد أن يقتل. فلذلك قلت له ليست له توبة حتى أردعه عن الإقدام على القتل. ومثل ذلك أيضا أن السائلين سألاه هل تجوز القبلة للصائم؟ فأجاب أحدهما نعم وأجاب الآخر لا. وتبين أن الذي أجابه بالجواز كان شيخا متقدما في السن، بردت شهوته ولذلك أجابه بالجواز، بينما الآخر الذي أجابه بالمنع كان شابا قويا تتأجج في جسمه الشهوة، فلذلك أجابه بالمنع. فمن هنا كان كما يقال كان العالم إلى نظره أحوج منه إلى أثره.
فمن هنا يجب على العامي الذي هو غير قادر على النظر في الأدلة الشرعية أن يسير على نهج معين، بحيث يرجع إلى العلماء في زمانه ويسألهم عما يريد أن يقدم عليه حتى يكون على بينة من أمره، لأن العالم قد يبين له الدليل فيما يقدم عليه، وهذا بطبيعة الحال يجعله آخذا بالدليل، ويكون الدليل حجة فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وكذلك لو لم يعرف الدليل فإنه يحسن ظنه بذلك العالم، ويدرك أن ذلك العالم إنما يضع الشيء موضعه ويعالج مشكلته علاجا مبنيا على نظر في الأصول الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. أما أن يأخذ الإنسان برأي هذا وذاك ويكون آراء ملفقة بحيث يأخذ برأي هذا العالم في قضية ما لأن رأيه يوافق مزاجه ويوافق رغبته ويوافق ميوله، ويأخذ برأي العالم الآخر ويلفق من هذه الآراء ما يشكل مذهبا من المذاهب، فهذا غير سائر، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى، ويؤدي إلى أن يكون كل أحد يركب هواه، والقضية ليست قضية اتباع هوى. نعم، الحق موجود في المسائل الخلافية، وليس هو محصورا عند طائفة من الطوائف. ما دامت هذه القضية قضية خلافية، قضية يسوغ الاختلاف فيها، هي قضية فرعية وليست قضية أصولية، لا ترجع إلى القطعيات وإنما ترجع إلى الظنيات، الحق فيها عند الجميع، أو كما يقول البعض الحق عند أحد الاثنين، ولكن من وقع في الخطأ فهو معذور، اجتهد وأخطأ فله أجر اجتهاده، وأما الذي اجتهد وأصاب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته. هذا رأي لطائفة من العلماء، هذا بالنسبة إلى المسائل الفرعية. أما المسائل الأصلية، المسائل الأصلية فإن الحق فيها لا يتعدد، إذ لا يجوز لأحد أن يتجاوز النص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأجل هذا يتحتم على الإنسان أن يبحث عن المخرج لو وقع في مشكلة من المشكلات، وهو لا يستطيع أن ينظر في الأدلة الشرعية ويجتهد رأيه فيها، عليه أن يرجع إلى من هو قادر على أن يبصره إن كان أهلاً لأن يبصر، أو أن يرجع إلى من يأخذ بيده ويقوده في الطريق السليم، يثق به كما يثق الأعمى بالقائد الأمين الذي يقوده في الطريق السليم، ولا يتبع هواه يأخذ رأي هؤلاء ويأخذ برأي هؤلاء ويأخذ برأي هؤلاء، ويلفق مجموعة من الآراء تشكل مذهبا جديدا من المذاهب، لا، هذا غير سائر، لأن هذا مما يؤدي إلى الفوضى في العمل، ويؤدي إلى الشقاق أيضا في العمل، فقد يقع الجدال ما بين الاثنين، قد يختلف أهل بيت واحد، هذا يستحسن أن يقلد هذا، وهذا يستحسن أن يقلد، وكل واحد منهم يأخذ ما يمكنه أن يلفقه من آراء هذا وذاك، ويشكل من هذه الآراء مذهبا جديدا. لأجل هذا نحن نهيب بالجميع أولا أن يحرصوا على التفقه في الدين، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يعبد بالبصيرة، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى بالجهل. ثم مع هذا من لم يكن قادرا على أن يصل إلى مستوى الفهم
والإدراك للأدلة الشرعية حتى يتمكن من استنباط أحكام الشريعة من الأدلة الشرعية التفصيلية، عندما يكون الإنسان غير قادر على ذلك فإنه يجب عليه أن يبحث عمن يقلده ويتبعه ويأخذ برأيه ويرجع إليه في المسائل الشرعية ليكون في ذلك على بصيرة من أمره. ولا ريب أن الحديث في هذا له مجال واسع، ولكن بما أن اقترح علي أن أدع فرصة من الوقت للأسئلة والأجوبة عليها، فإنني أدع ما تبقى من الوقت لأجل هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق للخير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضاه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نرجو أن تتقدموا بأسئلتكم مكتوبة، وكل واحد يكتب ما هو مهم بالنسبة إليه، ونحن ننظر في هذه المسائل بقدر ما يتسع الوقت للإجابة عليها إن شاء الله. سماحة الشيخ، ذكرتم بأن بعض العلماء يفتون بغير مقتضى تأصيلهم، فهل يرجع ذلك إلى كون فروع الشريعة قابل للتغيير؟ هذه اجتهادات، ولا ريب أن الاجتهاد مهما كان هو عمل بشري. الاجتهاد ليس هو النص الشرعي، الاجتهاد هو عمل العبد، النص من قبل الشارع، وأما الاجتهاد فهو من قبل الإنسان المجتهد. والإنسان المجتهد قد يطرأ عليه أحيانا ما يجعله لا يعتمد على الأصل الذي يؤصله، فيفرع على غير ذلك الأصل، إما لسبب نظر في قضية ما بأن أصل غيره قوي بالنسبة إلى تلك الجزئية بالذات، وإما لأجل اعتبار آخر. هكذا يتبين لي، وهذا لا يعني إساءة الظن بالعلماء وأنهم بنوا فتاواهم على جهالة أو نحو ذلك. سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في وضع الحناء الأسود على شعر الرأس واللحية؟ بالنسبة إلى الرجل بطبيعة الحال يباح له أن يخضب الشيب بغير السواد، أما بالسواد فلا، لأجل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما بالنسبة إلى المرأة، فالمرأة إن جاءها الشيب وكانت ذات زوج فلها أن تخضب لأجل أن تتزين لزوجها ولأجل أن تحافظ على حسن العلاقة بينها وبينها. سماحة الشيخ، ما هو حكم الإسلام في من رفعت له دراهم كأرش إثر حادث، هل له أن يتصرف فيها علما بأنها جاءت من شركة التأمين؟ قضية شركة التأمين هذه يعني قضية ثانوية، أما الأصل في الأرش وفي الدية هما جائزان، ودية الخطأ إنما هي على العاقلة، والعاقلة تعقل ما فوق الموضيحة من الجروح، هذا في الأصل. وشركة التأمين كنا نتمنى أن يكون هذا التأمين بطريقة بعيدة عن الريب، بعيدة عن مواطن الشك، نتمنى ذلك حتى لا يبقى هنالك أي ريب في النفوس عندما يأخذ الناس بذلك. ونحن نتمنى لهؤلاء الذين يقعون الآن في مثل هذه المسائل أن يتعففوا إلا بقدر ما يضطر الإنسان إليه، وما زاد عن ضرورته يدفعه إلى فقراء المسلمين تخلصا. سماحة الشيخ، في من ذهب للعمرة فطاف بالبيت 8 أشواط وكذلك سعى 9 أشواط جهلا منه، فماذا عليه؟ أما إن كان تعمد الزيادة فتعمد الزيادة يؤدي إلى بدعة، تعمد الزيادة بدعة، والبدعة بطبيعة الحال ممنوعة وتؤدي إلى بطلان العمل. أما إن كان لم يتعمد زيادة وإنما وقع في الخطأ فالخطأ معفو عنه، والمعتد به هو الثابت
وما زاد عليه المشروع وما زاد على المشروع يعتبر لغو. سماحة الشيخ، أفتيتم أنتم سماحة الشيخ بأن صلاة المسبل غير جائزة، فهناك رجال يسبلون ملابسهم أسفل الكعبين ويقولون بأنهم يجرون ملابسهم للتجمل وليس للخيلاء، ويسابقون على الاصطفاف خلف الإمام سترة، فهل جائز إسبال ملابس أسفل الكعبين للتجمل على حسب كلام هؤلاء الرجال؟ وهل تجوز بها الصلاة سواء كان إماماً أو مأموماً أو سترة الإمام؟ وهل هناك من موعظة توعظونه بها هؤلاء المسبلين الإزار سماحة شيخ؟ أفتنا جزاك الله خير. بارك الله فيكم. على أي حال، الأدلة في هذا الأدلة متوافرة وهي كثيرة، وقد بحثناها في بحث خاص. والتجمل لا يكون بما يخالف الشرع. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اسبل ثوبه او اسدل ثوبه وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، اني احمش الساقين، يعني به حمش في ساقين، ساقاه دقيقان جدا، فهو يغطي هذا الحمش. فرده أفرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله حسن، أما لك في أسوة حسنة. فإذا الإنسان يقنع بحكم الشرع ويدع عنه التجمل بما نهى عنه الشرع الشريع. وعلى أن هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن مطلق الإسبال هو خيلاء، يقول: إياك والإسبال فإنهم مخيلة. سماحة الشيخ، ما نصيحتكم لولي يمنع إخته من الزواج بحجة أنه لم يتقدم الأعزب وقد صار عمرها فوق 40، وهي تلجأ إلى الله ولا تستطيع بسبب حيائها وبسبب العادات أن تذهب إلى المحاكم، وهي ترغب بشدة في الزواج خاصة من المتقدم لها، وترجو دعائكم. وهذا الولي عذره بأن أباه ظلم، أي ظلم أتوقع ظلم نفسه في تعدده في الزوجات، فلا يريد الظلم لأخته. الجواب: يجب على الولي ألا يتردد في تلبية رغبة موليته عندما تريد أن تؤف نفسها بالزواج، فإن هذه هي موعظة الله سبحانه وتعالى لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا ريب أن كل إنسان عليه أن يحرص كل الحرص على أن يكون من الذين يؤمنون بالله ورسوله ومن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ليس من شأن الإنسان الذي يرحم نفسه أن يكون غير مؤمن بالله واليوم الآخر، بل عليه أن يعمل بمقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسبحانه وتعالى يؤكد بأن هذه موعظة يوعظ بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يجوز له أن يعضل موليته أن تنكح من اتفقت معه على الزواج إذا وقع التراضي بالمعروف فيما بينهما. ويبين سبحانه وتعالى بأن في هذا الطهارة، في هذا التزكية للنفوس والطهارة لها، ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى الإنسان أن يرضى بأمر الله وأن لا يتردد في قبوله وأن يسارع إلى تزويج موليته. ثم إذا جئنا إلى قضية التعدد، قضية التعدد ليست قضية مشكلة إلى هذا، إنما يشترط فيها العدل، وإلا فكيف يمتص هذا العدد الكبير من العوانس إن لم يبح للناس أن يعددوا؟ كيف يمتص هذا العدد الكبير من العوانس؟ هناك مشكلات تقع بسبب هذا. فإما أن تكون المرأة عرضة للفتنة وعرضة لارتكاب الفاحشة، وإما أن تكون تكبت غريزتها
وتضغط على أعصابها، ويؤدي ذلك إلى وقوع في أمراض عصبية وأمراض نفسية. فمن هنا كانت الضرورة داعية إلى أن يباح التعدد للذي يعدل، بشرط أن يكون الإنسان قادراً على العدل، بحيث لا يبني بيتاً جديداً ويهدم بيتاً سابقاً، وإنما يعمر جميع البيوت بالمحبة والإيمان والتقوى وحسن المعاملة وأداء الحقوق كلها كاملة غير منقوصة. عندما يتوفر للإنسان ذلك كيف يمنع من التعدد؟ لا يعد هذا ظلما، وإنما الظلم أن تحرم المرأة من الزواج حتى تبلغ سن 40، هذا أمر غير عادي، لا يجوز ذلك بحال من الأحوال. ويتحمل من وقع في ذلك وزر هذه الأخت لو ارتكبت معصية من معاصي الله، لو أنها فضحت ووقعت والعياذ بالله في الزنا، فإنه هو الذي دفع بها دفعا إلى الزنا، عليه أن يتقي الله تعالى في نفسه، وعليه أن يتقي الله في أخته، وعليه أن يتقي الله تعالى في مجتمعه. سماحة الشيخ، رجل عمره تجاوز 50 عاما وطول عمره كان يصلي خطأ في الصلاة من حيث أنه لا يقرأ فاتحة الكتاب بصورة صحيحة، فما حكم صلاته؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا إنما يعود إلى جهل الناس، يعود إلى إغراق الناس في الجهل وعدم تعلمهم أمر دينهم. حتى الفاتحة الشريفة التي هي ركن من أركان الصلاة لا يقيمونها، إنما هذا راجع إلى سوء التربية والعياذ بالله تعالى. فعلى من وقع في ذلك إن كان الخطأ خطأ خفيفا أن يستغفر الله تعالى منه، أما إن كان يبدل معنى بمعنى، لا سيما إن كان الإبدال فاحشة، كأن يقول مثلا بدل أنعمت عليهم أنعمت عليهم والعياذ بالله، فمعنى هذا أن صلاته باطلة، تكون صلاته بهذا باطلة والعياذ بالله. ولكن ربما تسامح بعض العلماء مع طول الوقت وعسر القضاء في أن لا يكون عليه قضاء وأن تجزيه التوبة عن هذا، ونحن نميل إلى الأخذ بأرخص الآراء عندما يقع الإنسان في مثل هذه الحالة ويكون القضاء عليه أمرا عسيرا. أوصت امرأة بوصية ولكن بعد مماتها لم تنفذ الوصية بسبب أنها أوصت بثلث مالها لشخص وهذا الشخص لا يريده، فما حكم تنفيذ الوصية؟ إن كان لا يريده الموصى له رد الوصية، فإن الوصية ترجع إلى الورثة، على أن الوصية ينبغي أن يكون الإنسان على خبرة بها. فثم وصية نص عليها القرآن لا بد منها، بالنسبة أي واحد يترك شيئا من المال عليه أن يوصي هذه الوصية، وهي وصية الأقربين. الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم أي فرض عليكم فرضا، هذه وصية مفروضة لا بد منها، أي واحد يترك خيرا أي يترك مالا، فالوصية للوالدين أي الوالدين اللذين لا يرثان، إن كان الوالدان مشركين أو كان مملوكين، هذا هو القول الراجح. وإن كان من العلماء من يقول كانت الآية على إطلاقها، ولكن نسخ حكم الوالدين بحكم المواريث الذي أعطى كل ذي حق حقه، ولكن الراجح أن الآية الكريمة باق حكمها ولكن في الوالدين غير الوارثين، جمعا بين الأدلة. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة أولى من أن يقال بأن بعض الأدلة منسوخ، إذا أمكن الجمع بين الأدلة فحمل الأدلة على ما يجمع بينها أولى من أن يقال بأنها منسوخة. فلذلك نقول بأن هذا الحكم حتى في الوالدين هو باقي، ولكن في الوالدين غير الوارثين، كأن يكون مشركين أو يكون مملوكين، فإن حق والديتهما لا يسقط بسبب الشرك أو بسبب الرق، بل على الولد أن يوصي لهما. وإن كان مملوكين فإنهما قد يتحرران في يوم من الأيام من ربقة الرق،
ويكونان كسائر الناس وينتفعان بهذه الوصية التي أوصاها لهما. وبهذا يجمع ما بين هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجمع على معناه لا وصية لوارث، الوارث لا يستحق الوصية. وأما بالنسبة إلى بقية الأقربين فهي شاملة للأقربين الذين لا يرثون، الأقربون الذين لا يرثون لهم الحق أن يوصلوا، وينبغي بل يجب على الإنسان أن يوصي لهم أن لا يموت إلا وقد أوصى لأقربيه الذين لا يرثونه. وأيضا هناك وصايا واجبة، كأن يكون على الإنسان حق لله سبحانه وتعالى أو حق لعباده، فلا بد من أن يوصي بهذا الحق، وقد يوصي به مع نيته أن يفي به حقائق في حياته، أن يؤديه في حياته، وإنما يوصي احتياطا لئلا يفجأه ريب المنون قبل أن يتمكن من القيام به. سماحة الشيخ، هذه أمثال هذه الرسائل ترد كثيرا وتتردد في المساجد، الخطابات، هذا خطاب موجه للمملكة العربية السعودية وكل المسلمين في أنحاء العالم من الشيخ إلى آخره، وفي نهاية الرسالة يقول من وزع هذه الرسالة فسوف يحصل على كذا وكذا، ومن أهملها فقد يصيبه كذا وكذا، ما قول سماحتك؟ نقول هذه من الأباطيل التي يجب أن ترفض ولا يؤخذ بها ولا يغتر الناس بمثل هذه. أنا بنفسي منذ صغري كنت أقرأ، يعني اطلعت على وصايا على 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 وصايا يعني مثل هذا، قالوا بأنها صادرة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت من سمعت بأن هذه الوصايا مثل هذه الوصية كانت تصدر قبل ولادتي أنا بعشرات السنين، يعني تصدر مما يقرب الآن من 100 سنة، قبل ولادتي من عشرات السنين تصدر مثل هذه وتبث في الناس والناس يغترون بها، ثم جاء من جاء وعزاها إلي ونسبها إلي. وقد كذبت هذا أكثر من مرة، قلت بأن الدعوة إلى الله تعالى لا تكون بهذه الطريقة، الدعوة إلى الله تكون بالصدق لا بالكذب، وبالحق لا بالباطل. لو كانت الدعوة بهذه الطريقة فإنها تفقد مصداقيتها، فعلى الناس أن يدركوا أن مثل هذه الأوراق لا حقيقة لها، إنما هي أوهام يروج لها بعض الناس، وعليهم أن يمزقوها وأن لا يلتفتوا إليها. سماحة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى وكان عرشه على الماء؟ ولو تكرمتم نصيحة الآباء بالمغالاة، نعم بالمغالاة في المهور، وأكثر ما تفهم ما ترون في منطقة الظاهرة. ما شاء الله، لكن كيف الجمع بين السؤالين؟ كان عرشه على الماء واقتحمنا من العرش إلى البهور، كيف الجمع ما بين السؤالين؟ ما أفرد أحدهما. سبحان الله. أما قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، فالعرش في مثل هذا كناية عن الحكم، لأنه مما اعتاد الناس أن يروا ملوكهم يجلسون على العروش، والله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قد كان قبل خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان، لا يدرك بعين ولا يطلب بأين، جل سبحانه أن تحويه الأمكنة أو أن تجري عليه الأزمنة. فعلى أي حال هنا كما يقال كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات، أي ملكه، وسع ملكه السماوات والأرض، يصرف كل شيء في السماوات والأرض، وكذلك وكان عرشه أي حكمه وملكه على الماء في ذلك الوقت، هذا الذي يجب أن يصار إليه. أما قضية المغالاة في المهور فإن المغالاة في المهور هي من أسباب الفساد، المغالاة في المهور تؤدي إلى أن يتمنى الشاب أن يجد الزوجة ولا يجدها، لا يتوصل إليها، وتتمنى الفتاة أيضا أن يأتيها الخاطب ولكن يعجز عن أن يأتيها،
بسبب هذه العقبة الكؤود التي تقف ما بينهما. فعلى الناس جميعا أن يتقوا الله وأن يذللوا هذه العقبات ليتيسر لأبنائهم وبناتهم الزواج الشرعي، وليعفوا أبناءهم وبناتهم حتى لا يقعوا في الفحشاء والمنكر. عليهم أن يتقوا الله تعالى في هذا الأمر. لو سمحت نريد أن نسأل عن المهدي المنتظر، ما هي صفاته مع ذكر الحديث إذا وجد يصفه، أو أن تدلنا على اسم مرجع نقرأ فيه عنه؟ حديث في المهدي المنتظر هي على أي حال حديث لم تبلغ مرتبة الصحة، وهذه قضايا علينا أن ندرك أن الحديث ولو كان صحيح المتن، عندما يكون في قضايا في قضية لا تتعلق بالعمل وإنما تتعلق بالاعتقاد لا يؤخذ بالحديث الأحادي، لا فضلا عن كون هذه الأحاديث طعن فيها الطاعنون. هناك من ألف كتابا واسعا في مجلد ضخم في هذا في هذه القضية، وهي قضية المهدي المنتظر، وبين بأن الأدلة الواردة كلها مقلوح فيها، كلها فيها قدح من قبل علماء الحديث، فلا ينبغي التعويل على الاشتغال بهذه الأمور. سماحة الشيخ، هل الروح تفنى بفناء الجسد المادي أم ماذا يكون حالها؟ الروح من أمر ربي، ونحن نسلم الروح، كل شيء مخلوق وكل شيء هالك، ولكن كيف فناء الروح؟ ذلك من أمر الله سبحانه وتعالى، ونحن نسلم لما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وعلينا أن لا ندخل فيما لم يجعل الله تعالى لنا مدخلا فيه. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سئل قبل أول سئل عن الروح، سأله المشركون بإعاز من اليهود عن الروح، وسأله جبريل عليه السلام جاءه الجواب من قبل الله، قل الروح من أمر ربي، ونحن علينا أن لا نتدخل في هذا الأمر الذي هو من خصائص علم الله سبحانه. سماحة الشيخ، مع ظهور الحركات التقليدية في الفقه الإسلامي وتطورها ظهر مصطلح الإسلام الحضاري، فما رأي سماحتكم فيه؟ الإسلام هو الإسلام، لا يفرق ويقال هناك إسلام حضاري وإسلام بدوي، لا، الإسلام هو الإسلام، الإسلام هو إسلام الإنساني، كل شيء من قبله لله، يسلم روحه وجسمه وعقله وقلبه وضميره وغرائزه، وكل شيء فيه لله، كما دل على ذلك القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم هو من أسلم كل شيء، من يسلم نفسه، يسلم حياته، ويسلم مماته، بحيث تكون الحياة لله ويكون الممات لله، وليس في هذا ما يوزع إلى حضاري وبدوي، وإنما هذه أسماء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. سماحة الشيخ، ما هو القول الذي يتبعه المقلد مع وجود أكثر من مجتهد في نفس العصر؟ يؤمر أن يرجع إلى من هو أعمق علما وأكثر تقوى وأخوف من الله سبحانه وتعالى. سماحة الشيخ، أولا أنا أحبك في الله، وثانيا السؤال، أعمل مدرسا للموسيقى، هل يجوز الحج من الراتب الذي أقتضيه من هذا العمل؟ ولكن جزيل الشكر. نحن ندعو هذا المحب في الله إلى أن يبتعد عن مثل هذا، وله في الأعمال الأخرى مجال واسع، وعليه أن يبحث عن الرزق الذي لا شائبة فيه، وليحج مما يرزقه الله سبحانه وتعالى. ما الحكم في تسقيط طفل معاق من بطن أمه وهو ابن شهرين؟ من المعلوم أن النفس البشرية لها حرمات منذ تكونها، فالله تعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كمن قتل
كما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكما أنه من قتل نفسه بغير نفسه وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. هذا لأجل حرمة النفس البشرية، وهذه الحرمة تبدأ منذ التكون. هناك حياتان للنفس البشرية، حياة نمو وحياة إحساس. حياة النمو تبدأ منذ اللقاح، ولذلك الجنين يضطرد في النمو. وهناك حياة إحساس تكون هذه الحياة بعد نفخ الروح، ولذلك شدد العلماء في إسقاط الحمل حتى مهما كان، على أن كلام الأطباء مهما كانت خبرتهم ومهما كانت درايتهم هو كلام بشر، وقد يأتي الواقع مخالفا له. قد يقولون بأن هذا مشوه، وأنا بنفسي رأيت طفلا عرضه علي أبوه وقال هذا الطفل كانت أمه مصابة والعياذ بالله أجارنا الله وإياكم جميعا بالمرض الخبيث، وكانت تحقن بالكيماوي. يقول وشدد علينا الأطباء، قالوا لما حملت بأنه يسقط حملها، وقالوا سيكون الجنين مشوها. يقول وإذا بهذا الجنين، يقول نحن أبينا ذلك وأبت أمه أن تسقطه، وجاء الجنين أجمل من إخوته جميعا، وكانوا يريني هكذا، يقول انظر إليه صار أجمل من إخوته جميعا، انظر إلى هذا الجمال الذي في هذا الجنين في هذا الطفل. يعني هكذا مشيئة الله. فكلام الطبيب مهما كانت خبرة الطبيب إلا أن يبقى في حدود المعلومات البشرية، ومهما كانت الاكتشافات العلمية إلا أن هذه الاكتشافات إلى الآن إنما تظل هي في حدود ملكات البشر وقدرات البشر وطاقات البشر، وأمر الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله. فعلينا أن لا نتجاوز حدود الله، علينا أن لا نتعدى حدود الله، فلا نهتك حرمة نفس متكونة، فإن هذه النفس لها حرمات عند الله. سماحة الشيخ العلام، ما قولكم عن رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى منزل أخوك أنت طالق، ويكررها أكثر من مرة، ولكن المرأة لم تذهب؟ بيست الحالة هذه، هذا من حماقة الناس وعدم مبالاتهم بعواقب الأمور ونتيجة استجاباتهم للفطرة الطائشة أو العاطفة الطائشة الرعناء، ولذلك يتصرفون هذا التصرف. وكان حقيقا بالعاقل أن يفكر في هذا الأمر. ولقلت أكثر من مرة بأنه يجب على كل من أراد أن يتزوج أن يدرس أحكام الطلاق قبل كل شيء. كل من أراد أن يتزوج عليه ألا يقدم على الزواج إلا بعد أن يدرس أحكام الطلاق، ليكون على بينة من أمر متى يطلق وبأي أسلوب يطلق. على أي حال نحن ننظر إلى قضية الطلاق، الطلاق أمر لا يتلعب به، أمر يجب أن نكون على بينة منه، لأن الله سبحانه وتعالى ما أباح الطلاق إلا لرفع الحرج. عندما تتنافر الطباع حتى تتحول الحياة إلى شبه جحيم لا يطاق، بحيث يصطلي سعيره الزوجان مع، في هذه الحالة نعم يؤذن بالطلاق، أو يكابد لأواءه أحد الزوجين بحيث أن المرأة تبقى في عنة في مشقة إن لم تطلق، أو الرجل أيضا يبقى في عنة في مشقة إن لم يطلق. في هذه الحالة لا حرج بأن يقع الطلاق، لكن مع الأخذ بجميع الأسباب، أسباب العلاج. هناك علاج يبدأ أول رجل نفسه، لو كانت امرأته امرأة شديدة المعاملة قاسية فيها نشوز وإعراض عن حسن المعاملة، يبدأ أولا الرجل بالملاينة بالموعظة الحسنة، ثم بعد ذلك الهجر في المضجع، ثم بعد ذلك الضرب الخفيف، ليس الضرب العنيف، وإنما الضرب الخفيف الذي لا يبرح ولا يؤثر. إن استوفى هذه الأساليب في العلاج
ولم يجد العلاج شيئا عندئذ يلجأ إلى الأسرتين، أسرته وأسرة المرأة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لابد من الأخذ بهذه الأسباب. عندما يتعذر ذلك كله يصار إلى الطلاق. والطلاق كيف ومتى يطلق؟ لا يطلق الإنسان في أي وقت بأي أسلوب كان، عليه أن ينظر في أوقات الطلاق. المرأة شرع طلاقها متى؟ عندما تكون طاهرة من الحيض، عندما تطهر من الحيض ولا يواقعها الرجل في ذلك الطهر. يحرم على الرجل أن يطلق في أثناء الحيض، لأن المرأة في أثناء الحيض كثيرا ما تكون متوترة، وقد تصدر منها تصرفات لا ترضي الرجل. فلذلك كان عليه أن يضغط على أعصابه وأن لا يطلقها في أيام الحيض. من ناحية أخرى هو أيضا في وقت حيضها لا ينتفع منها بشيء، بخلاف ما إذا كانت طهرت من حيضها وهي بالإمكان أن تمتعه ويمتعها، ومع ذلك في هذه الحالة عندما يرى الطلاق ضرورة يمتنع عن مواقعتها ويطلقها، يطلقها طلاقا واحدا من قبل أن يجامعها بعد أن تطهر من الحيض. أما بعد المجامعة أيضا قد يكون قد قنع منها وشبع منها فيتسرع إلى لذلك شدد عليه وقيل لو لا يطلقها. وإنما الطلاق الذي وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وفق أمر الله، كما قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إنما هو الطلاق في الطهر الذي لم يباشرها فيه الرجل. ثم على الرجل أن يفكر، لا يتسرع في خلاف بينه وبين غيره إلى تطليق المرأة أو إلى تعليق المرأة، تعليق طلاق المرأة. لماذا يعلق طلاق المرأة على دخوله؟ مثلا لو كان خلاف بينه وبين أبيه يعلقه على دخوله بيت أبيه، أو كان خلاف بينه وبين أمه يعلقه على دخوله بيت أمه، وفي هذه الحالة يجمع ما بين حقوق الوالدين وما بين الإساءة إلى الحياة الزوجية، يجمع ما بين معصيتين كبيرتين. ما الذي يقحم المرأة في خلاف بينه وبين أبيه، أو خلاف بينه وبين أمه، أو خلاف بينه وبين ولده، أو خلاف بينه وبين جاره، أو بخلاف بينه وبين أخيه، أو خلاف بينه وبين صاحبه، أو خلاف بينه وبين أحد أسرة المرأة؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. لأي شيء يعلق طلاقها على دخوله بيت أحد من أهلها؟ ما كان ينبغي أن يدخلها في هذا الأمر، ليدعها فيها في جانب. حتى ولو كان خلاف بينه وبين أهلها فإن ذلك الخلاف لا يعنيها، فليس له أن يقحمها في خلاف لا شأن لها فيه. هذا مما يجب أن يكون الناس على بال منه، ولكن الناس لا يستجيبون لصوت العقل، وإنما يستجيبون لصوت العاطفة الرعناء التي تدفعهم إلى الوقوع في المخالفة، وبعد أن يقع الإنسان في المخالفة يأتي ليبحث عن المشكلة. فسبحان الله، هذا على أي حال من الإساءة إلى العلاقة الزوجية، وعلى الناس أن يتقوا الله، فإن هذا ليس من الإمساك بالمعروف في شيء. سماحة الشيخ، هل الإيمان بخلق القرآن يعتبر من لوازم الإيمان ويجب الاعتقاد به؟ هذه قضية ما بحثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، وإنما بحثت من بعد، والناس كلهم كانوا يعتقدون أن الله خالق كل شيء، وأن كل ما سوى الله تعالى مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وهو كلامه ووحيه وتنزيله، فاعتقاد ذلك كاف. هذا الذي درج عليه الصحابة والتابعون. سماحة الشيخ، نرجو منكم دعاء بنزول الأمطار. بارك الله فيك. طيب نختتم هذا بعد دعاء نختتم. نختتم بهذا الموسم. أيضا هناك أيها الأخوة المسلمون، نعتذر من الذين لم نستطع الإجابة على أسئلتهم، كما أننا ندعوهم بالمشاركة الفعالة في سؤال أهل الذكر الأسبوع الذي يظهر على التلفاز. وتفضل سماحة الشيخ.
نشكر سماحة الشيخ العلامة الجليل على هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها لنا، كما نشكره جزيل الشكر باسمي واسمكم على مجيئه إلى هذه الولاية العريقة. تفضل سماحة الشيخ. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ربنا ونتوب إليك ونعول في إجابة دعائنا عليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ربنا أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا غمّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا رجاء إلا حققته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محروما إلا رزقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح ومنفعة إلا قضيتها ويسرتها في يسر منك وعافية. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نعمره، واجعل ما بعده خيرا لنا منه. اللهم إنا نسألك أن تهب كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا خالصا ثابتا، ويقينا صادقا راسخا، وعلما نافعا رافعا، ورزقا حلالا واسعا. ونسألك ربنا أن تهبنا إنابة المخلصين، وخشوع المخبتين، ويقين الصديقين، وسعادة المتقين، ودرجة الفائزين. يا أفضل من قصد وأكرم من سئل وأحلى من أصي، يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريعا مريعا، طبقا غدقا، نافعا غير ضار، رائثا غير عاجل، تدر به الضرع وتنبت به الزرع، وتحيي به الأرض بعد موتها. لا يدع واديا إلا أساله، ولا جدبا إلا أزاله، ولا أبا إلا أطاله، ولا قفرا إلا أعشبه، ولا مصر للمسلمين إلا أخصبه. اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، فأدر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع، واسقنا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا، تمطرنا به رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغث عبادك واسق بهائمك، وأحي بلدك الميت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد مباركا سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لطاعتك، وهدنا لمرضاتك، وخذ بأيدينا ما إلى ما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.